يعني. طيب انا بسؤالي اللي جاي ده هاخد حضرتك بعد اذنك وارجع بيك بالزمن للمرحله الذهبيه، وبعد كده نرجع مره تانية للزمن اللي احنا فيه. سمعنا وشفنا في التقرير اللي تابعناه مع حضرتك من دقايق، واحد من الجماهير، واحد من محبيك، قال لك ايه؟ قال لك لما بيكون الفريق مزنوق ينزله كابتن شطه يخلص. حضرتك كنت بتتسبب في حاله من الرعب الكتير جدا من الفرق المنافسه، مين بقى اللي كان بيخوف كابتن شطه في الزمن ده؟ مش يخوف، مين كان اللعيبه الصعب جدا تراقبه؟ مين اللعيبه اللي كانت لما تنزل بتبقى هيزيتنت، متردد انك تلعب ضده؟ وبعدين انت عارف الرقابه دي مهمه جدا، لو اللي بتراقبه ده تغلب عليك في كوره او اتنين ودخلها بين رجليك ولا عمل لك اي حاجه هينهيك تماما طبعا، مورالي يعني، نفسيا وبدنيا وذهنيا. فهي طبعا انا طبعا من اقوى اللاعبين وافضلهم على مر التاريخ يعني، انا اللي انا عصرته يعني فاروق جعفر. كابتن فاروق جعفر كان اكتر لاعب يستطيع انه يستحوذ على الكوره بدون انك انت تحاول تاخدها منه، لانه كان عنده نفس الحجم ونفس المهاره ونفس السرعه ونفس الرشاقه والمرونه، فكان قوي جدا الحقيقه. وجوده في نادي الزمالك كان هو مفتاح اللعب. هيدوكوتي قال لي لو ما وقفناش فاروق جعفر ده احنا هنخسر. كان طبعا حسن شحاته في الهجوم مع طه بصري وعلي خليل هجوم صارخ، فاروق جعفر كان على طول يمسك الكوره يعرف بسهوله جدا يقدر يوصل الثلاثه دول للمرمى، فما كنتش بخليه يستلمها في اي مكان في الملعب، وكانت مهمه في منتهى الصعوبه. وهي كابتن فاروق جعفر يعني انا بقول له يعني انت نجم من النجوم الكبار جدا حتى في الاخلاق، عمره ما ضربني او خبطني او زعقلي او شتمني يعني سبحان الله. من اللعيبه هي اخلاقيا في الملعب معايا انا، هي كان في منتهى الاحترام. وهي مره طلع في التلفزيون وذكرها، قال لك شطه كان اي بوقعني وكان بيضربني لكن ما كانش بيأذيني. فدي طبعا حاجه توريني ان انا قد ايه ان انا كنت يعني الفير بلاي كان موجود بيننا مع بعض، وده طبعا حاجه بذكرها. برضو امين دابو حتى ليه صوره معايا هنا، امين دابو طبعا كان بيلعب في الاسماعيلي قبل ما يروح نادي اهلي جده، اكتر لعيب عنده سرعه بالكوره في اماكن ضيقه ورشاقه ومرونه عاليه امين دابو. لو استلم الكوره ما فيش بني ادم يقدر ياخدها منه، كنت حريص جدا انه انا اخدها قبل ما ياخدها، والا لو خدها يعني مشكله. فكانت ده برضو من الصعوبات اللي موجوده.